والله بالسادس الاعدادي حبايب الابطال، راح اجاوبك على اكثر الاسئله اللي توصلني بالفتره الاخيره، وهي استاذ شلون نقرا وياك المحاضرات باليوتيوب بالترتيب؟ لان احنا نفوت اليوتيوب وما نقدر نطلع المحاضرات بشكل مرتب حتى نقرا عليها. طلاب، مبدئيا قناتي هي هذه الاستاذ هارون احمد، لما تكتب بالبحث تكتب الاستاذ هارون احمد حتطلع لك القناه مالتي. من تفوت على القناه مالتي ما يصير تقرا على الصفحه الرئيسيه المحاضرات اللي تلقاها هنا، غلط. ولا يصير تروح على الفيديوهات وتقرا المحاضرات، اللي راح تلقاها مخربطه وخبصه. فالشيء اللي تسويه هو تروح القوائم التشغيل، منها انت راح تقدر تلقى كل الفيديوهات الخاصه بالمحاضرات اللي انزلها لطلاب الثالث والرابع والخامس والسادس. حبايب، اذا انت كنت طالب صف سادس اعدادي، احنا شغلنا هسه على السادس، بدنا نحكي على طلاب السادس الاعدادي اللي هم دفعه 2024. طلاب، انا مبدئيا شارح لك اليونت الاول كامل والثاني كامل والثالث بعده ما كامل عندي، اوكي، بدي احكي لك لحد هاي اللحظه. اما بالمستقبل لا، كله راح ينشرح، يعني المنهج راح يكمل كامل، يعني كليته حنشرحها، وهذا الشيء راح يكون ان شاء الله بنهايه شهر الثالث، يعني يخلص المنهج بشكل كامل، كله راح يتم شرحه. انت اللي تحتاج النصف السنه، يعني كطالب انت اليوم نصف السنه ايش قد راح تحتاج؟ راح تحتاج 4 يونتات، انا راح اكمل لك 4 يونتات، وتحتاج نص الادب، ما تحتاج الادب كامل. انا هسه شارح لك 3 يونتات تقريبا ونص الادب، يعني الشيء اللي بقعتنا هو بس تكمله اليونت الثالث واليونت الرابع، حتى تفوت النص السنه انت مرتاح. واذا كنت طالب خارجي هم راح تحتاج 4 يونتات حتى تمتحن تمهيدي. استاذ المنهج كامل بالتمهيدي، اوكي كامل، بس 4 يونتات كلش كافي حتى تعبر تجتاز التمهيدي، واضح؟ اللي هو تقريبا اول 4 يونتات عليهم 70 درجه، فضبطهن وخلص تقدر تفوت للتمهيدي، انت مضبط كل شيء. طلاب، اذا كنت دفعه 2024 هاي المحاضرات كامله راح تفوت القوائم التشغيل، شوف هاي القوائم كلها موجوده قدامك. انت تريد من اليونت الاول تقرا، هاي سادس اعدادي 2024 يونت اول 15 فيديو تفوت عليهن، هاي ال 15 فيديو تبلش من اول مقطع تنتهي باخر مقطع باليونت الاول، اخر مقطع هو اختبار باليونت، اختبار باليونت الاول، اوكي، يعني ماكو بي شرح، لا اختبار امتحان شامل وزاري، وملف مالته موجود بقناه التليجرام، اوكي. خلص اليونت الاول لنفرض، هذا اليونت الاول خلص، تروح على اليونت الثاني في 18 محاضره هم تفوت عليه، تفتح اول محاضره تنتهي باخر محاضره، اوكي، 18 محاضره اليونت الثاني. زين، خلصت اليونت الثاني تريد تقرا اليونت الثالث، هذا اليونت الثالث 13 محاضره، وبعد بي ما مكمله انا، يعني تقريبا بعد بي 5 محاضرات او 4 محاضرات تقريبا، يعني بعدها ما كامل اليونت الثالث. خلصت اليونت الاول والثاني والثالث، شنو بقى عندك؟ بقى عندك الادب حتى تضبط نص السنه، انا هذا الادب مجهز لك اياه من نص السنه، اللي هو حياه محمد خضير شارح لك اياها بجزئين، والارجوحه شارح لك اياها ب3 اجزاء، شوف هاي المحاضرات كلها كامله قدامك. يعني حتى لا حد يجي يقول استاذ انا ما اقدر اقرا، لا حبيب، لازم تقرا تروح على قوائم التشغيل، لا تقرا على الفيديوهات، طبعا راح تخربص عليك السالفه كلها، ما تقدر انت تخبط، ما تعرف على ما تفوت، فحتى تقرا بشكل سلس ومرتب فوت للقوائم التشغيل وبلش اقرا وياك. اكو طلاب يقول لك استاذ انا ما الحق وياك، ما دا الحق وياك، او انا متقدم عليك، انا دا اقرا على شرح 23، طبعا محاضرات 23 هم موجوده بعدياتها، انجليزي السادس اعدادي 2023 وحده الاولى موجوده، 23 وحده الثانيه موجوده، وحده ثالثه موجوده، وحده الخامسه موجوده، الادب موجود كامل، 23 وحده السادسه موجوده، وحده سابعه موجوده، استاذ زين الرابعه والثامنه وين؟ الرابعه والثامنه العام كان محذوفات، ماكو، بس على هذا الشرح راح اشرحهن على 24. زين، وهذا حتى حط لك القطع الاستيعابيه مال 23، يعني هو من مخليك القامه ما دوخك، قايل لك هاي 23 قامل و 24، يعني حتى تعرف انت، اوكي؟ هاي ان شاء الله بخصوص ترتيب المحاضرات، اما بخصوص المنهج اكمله او لا، ان شاء الله المنهج يخلص عندك يوم 1/4، يكمل عندك جاهز كامل 100% 1/4، يعني من تفوت انت للعطله خلاص انتهى موضوع المنهج. شغله الاخ انه هي المراجعه المركزه، مراجعه هم راح من اخلصك المنهج راح ابلش اسوي لك مراجعه بكل المحاضرات. كل اليونتات افصل لك اياها تفصيل، قواعد الوحده الاولى هيك، قواعد المدري شنو هيك، او ممكن اسوي لك شغله نظام لاخ، اللي هو نظام كلش حلو حسويه هالسنه، النظام مرتب يفيدك كلش هوايه، نظام الدرجات، يعني تحسب درجاتك قبل تفوت الامتحان، تعرف انت ايش قد راح تاخذ،
هذا راح اسويه بالمراجعه المركزه وراح تنزل ملزمه به ان شاء الله. فكل شيء جاهز وكامل تقدر تقرا عليه وين؟ تقدر تقرا عليه بقوائم التشغيل، يعني كل شيء راح ينزل تلقاه بقوائم التشغيل. لا تروح للفيديوهات وتضيع وقتك، ولا بالصفحه الرئيسيه تضيع وقتك، كل على قوائم التشغيل. هاي قوائم التشغيل كل شيء تريد بها موجود. اذا تريد شرح 23 كامل تلقاه بقوائم التشغيل، تريد تقرا على شرح 2024 هم موجود بال 24. بس ال 24 انا بعدني باليوم الثالث لحد الان، لحد هاي اللحظه بدي احكي لك بيها، بس ان شاء الله 1/4 يخلص المنهج كامل، ولحد نصف السنه انا راح اخلص لك 4 يونتات كامله جاهزه 100%. تقدر تفوت نص السنه انت ومرتاح ومطمن انه تجيب درجه كامله ان شاء الله. اذا تريد 100 تابع وياي من المحاضره الاولى لحد ما نخلص الكتاب، وانا اضمن لك ال 100 مضمونه 100%. حلوه هاي مال 100 مضمونه 100%، احزوره. المهم يعني ما خليك تفوت للامتحان وانت شغل واحده ما تعرفه، كل شيء راح تعرفه. اضافه الى مراجعه مركزه للطلاب اللي شنو يدورون معدلات من 80 الى 90، او طالب يدور 100 بوقت قليل، هذا راح انزل له بالمراجعه المركزه كل شيء. واضح؟ هاي الاشياء اللي حبيت احكي عنها. وانا طبعا جدا ممتن لكم على رسائلكم الحلوه وتفاعلكم.